الحكم الأصلي كان ظالما، حكم ابتدائي، وهذا الحكم أيضا كان أكثر صدمة. لقد عبرت في أوانه وفي حينه مباشرة بعد الحكم عن استنكاري لهذا الحكم الظالم، والحكم كيفما كان سواء كان مشددا أو مخففا فسلب الحرية هو في حد ذاته اعتداء وظلم، ولا على القانون ولا على الحق إنساني. موقفي هذا ليس غير مرتبط بمضمون القضية، لأن احنا ما وصلناش لنقاش المضمون في شكل القضية، في المساطر ديال القضية، مساطر منذ البداية ديالها كل منصف يقول ويقر بأنها، ولا يمكنه إلا أن يقر بأنها شابتها خروقات مسطرية جمة تجعل منها محاكمة سياسية بعيدة عن القانون، توفر فيها كل شيء إلى القانون. فإذا هذا نستنكره، ومع الأسف أن اللي كياخذوا مثل هذه القرارات وما كيزيدوا غير تأزيم ديال الأوضاع، وكيعطيوا رسائل مناقضة لما يرفع من شعار التضامن مع توفيق بوعشرين.